نبتدي يومنا بفقرة الصحافة وصحافة يوم الجمعة 9/12/2011، ويا رب تبقى أخبار إيجابية أو أخبار يعني مش في أي مشاكل. بيشرفنا يكون معانا للتعليق على الأخبار النهاردة أستاذ أحمد سامي متولي الصحفي بالأهرام. نهارك سعيد يا فندم. أهلا بيك، صباح الخير. نورنا. خلينا نستعرض على السادة المشاهدين الأخبار اللي احنا اخترناها النهاردة عشان نعرضها على حضراتهم. نبتدي بالمصري اليوم. وبدأ الصدام بين المجلس العسكري والإخوان، الملة ضرورة وضع ضوابط للجمعيات التأسيسية، والإخوان بيردوا بالانسحاب من المجلس الاستشاري. الهيئة الأهرام من الأهرام، الجنزوري لا عنف بالسلاح أو القنابل أو الكلمة ضد المتظاهرين. من الأهرام مرة تانية، وزير الداخلية بيقول هنزل إلى الشارع لإعادة الأمن والانضباط. المصري اليوم، تحالف جديد بين الكتلة المصرية والأحزاب الليبرالية لمواجهة التيارات الدينية. المصري اليوم، مرشح النور الديمقراطية كفر وإعلانات الكتلة ماسونية. من الشروق، معتصم مجلس الوزراء بينقسم حول تمرير الجنزوري. من الشروق مرة تانية، المصريون يواصلون رحلة البحث عن أنبوبة الغاز. إسرائيل تشعل حرب على المساجد وتغلق باب المغاربة للأقصى، وده من مصر اليوم. وبرده من مصر اليوم، واشنطن تراخيص تصدير قنابل الغاز للقاهرة انتهت وسلمنا الدفعة الأخيرة الأسبوع الماضي. نبتدي بأول خبر والصدام اللي بدأ نشوف معلمه بشكل واضح بين المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين. هو احنا كنا قلنا الدنيا ابتدت تهدى بعد الانتخابات، لكن واضح ان قدر مصر تطلع من مشكله تخش في مشكله اخرى. يعني اتفقنا خيرا بالنتيجه بتاعت، او مش بالنتيجه، بنزول الناس للشارع بسلامه مرور الانتخابات وبسلامه. ما كانش، ما شفناش انفلات امني، لكن الصدام اللي ظهر امبارح كان اللي هو مله، مختار المله عضو المجلس العسكري، كان بيتكلم مع المراسلين الأجانب من عدد من الصحف الأجنبية، وقال ما معناه إن البرلمان اللي جاي دوت مش متشكل من جميع طوائف الشعب، وعلشان كده احنا يعني لازم نتدخل في موضوع اللجنة التأسيسية اللي هتوضع الدستور، لازم الدستور يبقى توافقي، يبقى الشعب كله متوافق عليه. ده أثار أزمة كبيرة. طبعا الوسائل الاجنبيه، وسائل الاعلام الاجنبيه طبعا طيرت هذا الخبر على الفور، وجابت ردود افعال غاضبه من القوى الاسلاميه او من الاخوان بالتحديد، حزب الحريه والعداله، اللي قالت ان دوت هيدخلنا في نفق مظلم، وده التفاف على اراده الشعب. ان واول قرار ليها كان عدم انسحابها وعدم مشاركتها واعتذارها من مشاركتها في المجلس الاستشاري اللي هو تشكل بالامس وهيبتدي يوم الاحد. وده يخليني اقول ان دي مبادرات من المجلس الاعلى للقوات المسلحه لتصليح فكره انه كان المفروض يبقى الدستور اولا، واحنا دخلنا في الانتخابات اولا، اللي كان من المنادين بيها فعليا هم التيارات الدينيه او الاسلام السياسي. فاحنا دلوقتي بنحاول نصلح، يعني احنا لو جينا حتى بالورقه والقلم دلوقتي احنا ما نعرفش دور مجلس الشعب ايه، ما عندناش دستور بيقول لنا دوره ايه، ما عندناش دستور بيقول صلاحياته ولا هو منزوع الصلاحيات. هو مجلس الشعب القادم ده منزوع الصلاحيات، فهم عايزين يعني يحطوا له صلاحيات اكتر من اللازم، منها وضع الدستور. لا، هو منزوع الصلاحيات ما عدا نقطه وضع الدستور، ما عدا اختيار ال 100 شخصيه. ده بناء على الاعلان الدستوري؟ بناء على الاستفتاء اللي تم واللي ضمن جوه الاعلان الدستوري. فهو بيقول ان ده التفاف على الاستفتاء اللي تم والاعلان الدستوري اللي تم. كان ما كناش بنقول انه ما استفتوناش ان المجلس، يعني طبعا فينا النعم الضخمه دي قالت انه مجلس الشعب هو المسؤول عن وضع الدستور، لجنه المية. بالظبط، تمام. بس برضو المعايير ما كانتش واضحه، فده يدي مساحه طول الوقت ان احنا نزودها. فلازم يتحط المعايير مين اللي هيشارك في اللجنه ديت، وده مش عيب يعني عامه، حتى لو اخطانا مش عيب ان الخطا يتصلح بمشروع قانون، يتصلح باعلان دستوري جديد، مفيش اي مشكله نحط اعلان دستوري جديد. وده مش افتئات على حق الاغلبيه في البرلمان، لو الاخوان شكلت الاغلبيه ده مش افتئات عليها. لازم يبقى في صيغه توافقيه. وانا حتى مثلا لو قلنا على الدستور اولا او الانتخابات اولا، لو قلنا الدستور اولا والدستور طلع وكل حاجه، لازم يبقى في توافق في المجتمع ليه، لان ممكن الكتله اللي هتشكل الاغلبيه في البرلمان باي شكل من الاشكال بعد كده، وبعد ما يوضع الدستور لازم في الدستور بيدي سلطه لاعضاء مجلس الشعب ان هم يعدلوا الدستور ده، او لرئيس الجمهوريه، ما في جهتين بتعدلوا، 50 عضو مجلس الشعب بيتقدموا. فمش عايزين نوصل ان الدستور يطلع وبعد كده تيجي الاغلبيه في البرلمان تقوم معدله الدستور ده تاني. احنا ممكن بقى في الدستور الجديد نشيل البند ده ان هم ليهم حق يعدلوا. مين اللي هيعدل بعد كده الدستور؟ ما هو برضه لازم الدستور، ما ممكن يتغير بقى طبعاً الدستور طبعاً. مش ثابت يعني مدى الحياه. فعايزين نحصل توافق عشان ما نخشش برضه
في حسبة جديدة وفي نفق مظلم تاني، ان يجي بعد كده 50 عضو يتقدموا وياخدوا موافقة التلتين المجلس. وطبعا المرحلة الأولانية من الانتخابات القوى الإسلامية عدت التلتين، يعني شايفين عدت التلتين، لو أخدوا موافقة مبدئية على تعديل ده في الدستور الحالي، لو استمر 71 دستور 71، لو أخدوا الموافقة التلتين هيبتدي مجلس الشعب يناقش التعديلات، وممكن تقرر تنزل استفتاء الشعب، بقى الشعب هو اللي يقرر بعد كده. طب خليني انتقل للخبر اللي بعده. ودكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي اعلن انه لا عنف بالسلاح او القنابل او الكلمة ضد المتظاهرين. هو تصريح فيه تهدئة طبعا واضحة، وده كان في لقائه مع وزير الداخلية الجديد وعدد من قيادات وزارة الداخلية. هو طبعا انا شايف ان ممكن مفيش العنف، بس يعني هي يعني ممكن يرد العنف بايه تاني؟ يعني لو في عنف من جانب المتظاهرين احنا عارفين التاريخين ده ما بدا، يعني مش انا مش عايزه ابقى واخده صف حد، بس هو اللي حصل طول الوقت ان كان المتظاهرين بتبقى قاعده سلميه والعنف بيحصل لمحاوله الفض فيحصل هنا التشابك، او ان بيتم استخدام العنف مبدئيا فبيتم يترد بعنف. يعني طب فض التشابك هيبقى ايه؟ يعني ما لو ما ما ده بقى فيش مع قنابل، لو ما فيش قنابل مسيرة فين خراطيم الميه من زمان، احنا نقول فض فين خراطيم يعني الميه. ممكن يستبدله بخراطيم المايه، ماشي اخف شويه زي ما انت مع اتعامل ان مع يتم استخدام العنف ضد المتظاهرين؟ لا انا مش مع العنف المفرط، انا مع ان عنف مفرط versus لا عنف. لا في فرق، في فرق بين عنف مفرط، وفي فرق مين اللي بدأ العنف. لكن لو بدأ العنف الشرطه بدأت العنف، لا مفيش عنف، المفروض ما تبدأش بعنف. لكن فض اعتصام او فض حاجه، انا بشوف ساعات في وكالات انباء اجنبيه فض الاعتصامات، لو كنا شفنا في اليونان في امريكا، يعني انا بشوف سيدات والشرطه عندها بمنتهى القسوه، بمنتهى القسوه. احنا طبعا احنا مش انا ضد دوت تماما، يعني ضد اللي بيحصل حتى بره، بس في نفس الوقت يعني لو ناس دخلت وزاره الداخليه ايه الكارثه اللي تمام. هتحصل؟ لو في لو بنتكلم على اقتحام حاجة او اقتحام بتاع، في في الحاجات اللي هي التعدي على المنشآت العامة او الشرطية، ده اللي لازم تواجه يعني دي بمنتهى الشدة، ما تواجهش بلين، لان لو حصل لا قدر الله ان حد تعدى على منشآت عسكرية او شرطية دي كارثة للبلد، وسائل الاتصال كلها غير فيها. مقبول طبعا. بس ده يخليني انتقل، معلش انا اسفه، هروح لخبر رقم 9 اللي هو اخر خبر. ان واشنطن بتقول تراخيص تصدير قنابل الغاز للقاهره انتهت وسلمنا اخر دفعه الاسبوع الماضي. هو عندهم شحنه اهي جاهزه طب لاستخدام وقت الاحتياج، محدش يقلق ده يعني. مرتبط فعلا بالخبر دوت، واشنطن معترفة طبعا ان هي صدرت، ما فيش اي مشكلة خالص، بس في ضغط عليها من منظمة العفو الدولية امنستي انترناشونال، ضغط عليها ان لازم توقف التصدير بعد كده. هي دلوقتي في تصريحات من وزارة الخارجية الامريكية بتقول ان احنا هنتابع المصريين عملوا ايه بالاسلحه بتاعتنا ديت او بالغاز ده اللي مش من احنا حقها بعتناه. بقى، هنا ده مش من حقها، احنا اشترينا حاجة احنا حرين ننام بيها. ايه يعني انا مش مع ان يتم استخدامها بعنف، بس هنا ده تدخل دولي يعني. تدخل، بس هي بتقول يعني هتشوف لو الاسلحه دي استخدمت في العنف مع المتظاهرين والقسوه والشده وكده، وحاجات اساليب مش ادميه، هنراجع موقفنا من الموضوع دوت. ماشي وده تمام. حقهم، زي ما حد بيدي سلاح لحد مثلا في حرب او حاجه، ممكن عمره ما بيتابعوا، عمره ما بيتابعوا سلاح لا امريكا قتلوا ما بيه مين بتتابعش، ولا عملوا. بس ده امريكا ما مثال. بتتابعش. وزير الداخليه ونفس حسن، احنا بنتكلم في نفس الدايره تقريبا. وزير الداخليه تصريح ليه في الاهرام بيقول هنزل الشارع عشان اعيد الامن والانضباط. تمام، ايه تفاصيل الخبر؟ هنزل الشارع ازاي يعني؟ عايزين نفهم برضه هينزل يعني. الشارع هو والقيادات وقال انا هنزل استطلع اراء المواطن المصري. حلو. انا شايف ان وزير الداخليه الجديد السي في بتاعه، السيره الذاتيه بتاعته، راجل طلع من الشارع، يعني طلع من وهو يمكن نقول مثلا ملازم اول ما اتخرج في المباحث، مسك مدير امن المحافظات في الصعيد، يعني ده دي حاجات تاهله ان هو يبقى محافظ او يؤهله انه يبقى وزير داخليه من زمان، من فتره كبيره، فواضح ان هو ايده في الشغل ده، مش جاي وزير مش من مباحث امن الدوله مثلا، لا ده وزير مباحث جنائيه وراجل في الشارع، يعني مرتبط بالمواطنين. فهو قال انا اول حاجه هعملها كده، وهتابع الانفلات الاسعار، دي موضوع مهم جدا مراقبة على طبعا، موضوع الأسعار طبعا. الانابيب. والموضوع الاهم في اخر الخبر ان هو هيتابع السيوله المروريه، السيوله المروريه بقى يا لنا مسهل. 4 ايام في حاجه غريبه في البلد، يعني حاجه الصبح بالليل في اي وقت في حاجه مش طبيعيه، يعني المشوار بياخد نص ساعه، بياخد 2 3 ساعات دلوقتي. فديت متهيألي دي من اهم مهام وزاره الداخليه، لان لو يعني هنقول الامن يتحقق، لكن لو واحد مش قادر يوصل شغله
او مش قادر اصلا مش هينزل من الاصل مش يعني. هينزل البيت. والله يعني الواحد لما بينزل في الايام الفاضيه بينجز جدا، بيحس ان هو ممكن كان ممكن يبقى شخص فاعل في المجتمع اكتر 100 مره لو طبعا المرور سالك يعني. وده خليني بس اضم ازود على نزول وزير الداخليه الحالي الى الشارع، فعلا الناس محتاجه الامن ومحتاجه الامان، وبتطالب باعاده هيكله وزاره الداخليه، وبتطالب بانه احنا مش عايزين حاجه، احنا كلنا بنحترم ضباط الشرطه، احنا تمام العيال الصغيره بتلبس بدل شرطه وهي تمام سعيده يعني، احنا محتاجين ضابط يحترمنا، فاحنا هنحترم والدنيا هتبقى خلصت على كده والقانون هو انا الفيصل كنت يعني. قلت من اسبوع احنا محتاجين مصالحه مع الداخليه، مصالحه يعني مش بشكل مش بصيغه اعتذار، بصيغه ان مين الشعب يعتذر يريد لمين مثلا؟ مين يعتذر لمين. لا خلاص احنا لا انتوا غلطانين ولا احنا غلطانين، لا لا الشعب مش احنا مش غلطان. لا بص، لا الداخليه محتاجين الداخليه تعتذر على لا التاريخ، الداخليه حتى مش بتكلمش على اخر 10 شهور، بتكلم على التاريخ. هل كل الضباط الموجودين مسؤولين عنه؟ لا لا طبعا مش مسؤولين عايزه عنه. تبقى مبادره ظريفه لو عملوه. فلكن لازم ترجع هيبة الداخلية بشكل طبعا من الأشكال، بأي شكل من الأشكال، مش هقول اعتذار، اعتذار ضمني يعني، ممكن في شكل صيغة مظاهرة بسيطة، ومش لازم نشغلها مظاهرة في الشارع يعني، ممكن حتى شكله هم عاملونا كويس في الشارع وخلاص على فكرة يعني. لا هم يعني هم شايفين ان هم اتكسروا، طبعا كلنا شايفين ان هم اتكسروا، وان الشعب مش عايزهم يعني، هم شايفين ان فئات كبيرة من الشعب مش عايزاهم. فأي حط نفسك مكان أي ضابط نفسيته دلوقتي هيشتغل ازاي يعني؟ مفهوم بس يعني عايزه مصالحه، عايزه مصالحه، عايزه ناس عقلاء تقعد وتعمل مصالحه ديت مع الداخليه. وانا شفت في حاجات كتيره في مظاهرات شفناهم بيشيلوا ضباط الداخليه على الاكتاف وكده، ده متهيألي ده نوع من المصالحه برضو لما يبقى المفروض. فيه ضابط الناس كلها عارفه ان هو محترم، الناس هي اللي بتدافع عنه، وكذا حوادث اقسام كان الناس بتحاول تقتحمها او بلطجيه، او الناس هي اللي كانت بتحميهم لانهم كانوا ضباط محترمين، فالمحترمين بيبانوا ومعروفين، الغير هم اللي احنا محتاجين يتم التعامل معاهم بشكل حازم. وانا بعتقد انه انا بتكلم بصيغه الناس اللي في الشارع، نعم بتكلم انا بركب تاكسيات وبقعد مع الناس، الناس يعني الضابط ليه وقفني يقول لي تعالى يا كذا يا كذا يا كذا عشان ياخد رخصتي؟ ما يقول لي هات رخصتك بهدوء يعني. في حاجات حتى على مستوى التعامل الانساني، انا ما بتكلمش على بس هو التعامل. مش سر ان هم دلوقتي الضباط مش عايزين يكملوا شغل في ما الداخليه، هو طبعا مش بس هم عايزين مش عايزين يكملوا. يكملوا، يا اما يشتغلوا بالطريقه القديمه يا اما يسيبوا لنا الامن. لا لا ما ده مش لا هم مقبول. حاسين ان هم اتكسروا، وان ان الهيبه بتاعتهم مش موجوده دلوقتي، وان ده في ضباط بتخاف تنزل يعني باللبس انا الميري، وبتاخده مدركه معاه في طبعا، شنطه، بتاخده معاه في شنطه وتروح بيه الشغل علشان بينزل بيتهان في الشارع. صحيح مدركه طبعا ان في زياده من بعض الناس نرجع اكيد. الهيبه دي ازاي، ونرجع التآلف والود المفقود ده ازاي؟ عايزة مبادرات وعايزة طبعا شغل جامد ده أوي. حقيقي.